السلام عليكم. كيما عرفتوا ديك الفاجعه ديال السله اللي طرات ديال المراه وراجلها اللي وقع ليهم ديك الانتحار وداك الشيء، كيألم بزاف بزاف. والصدمه هي ان البنت بنت حومتي، الام اللي ماتت المرحومه بنت حومتي وبنياتها، دابا يلا خرجت من انا وماما من الجنازه، عاتي تصدمنا وشحال بكينا وما تيقوش بالهضور الهضور 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 الهضور. فما قدرش انا نصور وما نقدرش نطلع قناتي على قبل وليدات بنيتات صغار، ما شاء الله شفت البنيات باقين صغار باقين صغار باقين صغار، كيألموا وشاهدوا داك الوضع كامل اللي طرا وداك الشيء اللي وقع لامهم. المهم راه هي تما فين كاينه داك البنيه ديال الكنازه، هنا فين حومتي انا فين ساكنه قريبه ليا البنت، امها كتعرف ماما، كاينين الصحافه كاينين كلشي، يعني داك الشيء كيألم بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. والبارح شفت واحد الفيديو ديال الراجل اللي رمى راسو من السطح. انا كنت صراحه انا متكيه زعما في بلاصتي غادي الناس، حتى كنشوف الراجل تلاح من السطح غوت غير غوته، عمري ما شفت بحال داك المنظر. يومين ما شفتش النعاس والله العظيم الا لحميت شوكه. البارح كنت في هذا ديت ياقوت، كيما شفتوا الفيديو اللي حطيت ديت ياقوت على قبل باش داوا ليها راسها وداك الشيء شراها هذا عند الولد، حتى كتعيط ليا ماما كتقول لي يا راه البنت اللي ماتت اللي تلاحت من السطح راها بنت الحومه بنت الجيران، راه هي ساكنه هنا حدانا ورا داك الشيء راه هنا يديري الكنازه عند امها وهذا وهذا. قلت لها ما يمكنش، يلا نمشي. ومني نمشي اليوم الصباح فقنا لبسنا حوايجنا وداك الشيء مشينا للدار، حدا الدار حدانا غير الدار انا هنايا هما في الدوره، جيراننا جيراننا امها كتعرف ماما، كان زعما البنت حتى هي باقي قدي باقي قدي يعني في مدرسه وحده قرينا وداك الشيء جيران قرابين وداكشي يعني على بعضياتنا. اتصدمت تصدمت عرفتي واحد المنظر اللي مشينا دخلنا للكنازه بقوه ما تصدمت ما قدرتش نبكي والله ما بغيت تهبط ليا حتى دمعه. شفت ديك البنات شفتهم بحال بناتي عرفتي، راه ما شاء الله البنيته الكبيره اللي عندها 7 سنين وبنيته وحده عندها 4 سنين وبنيته عندها 6 شهور، خاصكم تشوفوهم تبارك الله على زين. والبنيته الكبيره كي مصدومه وديك الحادثه وقعت حداها، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صدمه 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 بزاف. الحومه كلهم داخلين عندهم ما مسكينه بقوه الصدمه وبقوه داك الشيء ما وداك البنيتات البنيته شديناها الكبيره ريتا عنقناها بسناها وعدتها، قلت لها غنبقى نخرجها بحالها بحال بناتي نبقى نجيبها تلعب مع بناتي. شنو نقول لكم؟ فاما اليتيمه فلا تقهر عرفتي، راه محاش ديك البنت تكبر وتنسى ديك الصوره، لان 7 سنين فعمرها 7 سنين وشافت الموت ديال باها وديال ما راه محاش تنساها. قلتها لجدها قلت لها حاولي تديها لطبيب نفسي باش تعالج، بغيتي نتعاونوا معاك ونديوها للطبيب ونديروا داكشي. كيما قلت لها راه انا بنتي وقع لها وقع لنا مشاكل وديتها لعند الطبيب والحمد لله وداكشي، قالت لي مسكينه نديها وهذا. وكاينين شي ناس جاو عندها عطينا البنت وحده قالت لها انا ما تنولدش عطيني البنت ديال 6 شهور دارت فيهم، تيقولوا لها انا واش نتوما مسكينه بنتها دفناتها في التراب ودفناها في التراب وجايين تيقولوا ليها عطينا البنت. يلا تخيلوا تتقول لهم واش انا بنتي دفنتها في التراب، يلا دفنتها البارح باقي تمت ما بردت لي الجمره وكتقولوا لي عطيني. كاينين شي ناس زعما لا حول ولا قوه الا بالله ما كيراعيوش الظروف ما كيراعيوش حتى شي حاجه. قالتها الجده ديالهم جاو كنت تمانيت جاو الصحافه ما بغاتش تهضر مع الصحافه ما بغاتش تصور، ما عاودت ليهم وكلشي ولكن قالت لهم انا ما نتصورش ما يتصوروش البنات، قالت لك انا ما نشوهش بنياتي وما نشوهش راسي وما نسعاش بناتي. قالت لك انا مسكينه كبيره شويه في العمر عندها ديك تقريبا 60 سنه، قالت لك واخا نكون دايره العكاز ونوض نخدمهم واخا ما عرفت شنو نكون دايره ونوض نهزهم. قالت لينا زعما اللي بغى يتعاون معاهم، قالت لك بغات صدقه مستوره اللي زعما اللي باغي يتعاون جاليه المغربيه ولا اي واحد بغى داك اللي هادو هما اليتامى الحقيقيين، ان بنت عندها 6 شهور وبنت 4 سنين وبنت عندها 7 سنين فهادو هما اللي فيهم الاجر، هادو هما الايتام الحقيقيين اللي بغى يتعاون معاها واللي بغى شي حاجه قالت لك يجيب لي صدقه مستوره نوريهم داري. هما ساكنين هنا في حين بي اسلا حين بيعات تقريبا زنقه قبل فارماسي مريم، راه معروفه واحد الصيدليه مريم تما، والناس اللي كيتفرجوا فيا وبغاو يتعاونوا معاهم بغيتو تجيو عندها للدار اجي نخلي لكم الرقم ديالي ونخلي لكم الانستغرام ديالي ودخلوا عندي ونديكم عندهم حتى للدار. واللي بغى يتعاون معاهم فانا قلت ليها حتى
حطي الرقم ديالك، قالت لك ما نحطش انا الرقم ديالي. هي جاوها حاليا جاوها مساعدات من عند ناس الله يجازيهم بخير على قبل ديك البنيات وداك الشيء. قلت لها خلي الناس، كاينين جاليه مغربيه، كاينين بزاف ديال الناس، ما تقطعيش لهاد البنات رزقهم، يتعاونوا معاك الناس المغاربه راه القلب الكبير وكيتضامنوا ويد وحده وداك الشيء. قلت لك انا ما نسعاش بهم، وحتى الا كانت شي صدقه بغيت صدقه قلت لك مستوره. عطاتني الرقم ديال الحساب ديالها في البريد بنك، راه دابا نحطو لكم هنايا تشوفوه، اللي بغى يسجل واللي بغى يحط لشي بلاصه ولا فشي جمعيه ولا شي حاجه، واللي بغى يصيفط لها بركه حتى 100 درهم راه محسوبه لك عند الله وداك الشيء. فهاد الايتام فدرت انا هاد الفيديو هذا باش نكونوا كاملين مع هاد البنيتات. قسما بالله الا شفت كنشوف بناتي وكنشوف داك الشيء وكنقول زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تهور صعيب، تهور جا السبب، او جا واحد التهور، واحد الندم. ولكن شكون اللي جات فيه الدقه؟ هما داك البنات الصغار هما اللي جات فيهم الدقه، يعني راه غادي يتحرموا من باهم ومن امهم، كون هي بقات لهم غير امهم. الام راه ما كاينش بحالها، واخا غتكون الجده واخا غتكون شنو واخا ما عرفت شنو، ولكن الام ما كيعوضهاش، بالاخص البنيته الكبيره عتي مصدومه ومخرجه غير عينها كتهضر معاك كدير لك غير بحال هكا غير بحال هكا. ما الصراحه ما قالت لي زعما انا ما بغيتش نصور. قلت لها انا براسي ما نقدرش نصور ديك البنات وما نقدرش نحطهم، لان ديك البنات عندهم مدرسه عندهم قرايه عندهم، يمشي وليدات صغار ما يعرفوش يقولوا لهم غادي يبقاو معقدين طول حياتهم. قلت لها ستريهم وبدلي لهم حتى المدرسه اللي كيقراو فيها، بدليها ليهم وتبعي لها عن طبيب نفسي. حالتها مدمره، مازال صغيره 4 سنين ما عارفاش، هذيك 6 شهور ما عارفاش، ولكن الكبيره حالتها النفسيه مدمره 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 بزاف. يعني هاد التهور اللي دار باهم راه السبب ديالو كيما قالوا، ما تعاود ليا ولكن ما نقدرش نقول لكم داكشي. العلم لله كيما قالوا راه السحر، وقالوا داكشي السيد حتى هو كان مريض وما غاديش يمكن يجي يلوح مرتو او لا يتلاح هو او لا، الا والسيد راه غادي يكون مريض نفسي، مريض نفسي او لا شي حاجه مأثره فيه بزاف اللي اثرات فيه. والسبب كله راكم شفتوا الفيديوهات وداكشي، الخيانه، لان وحده مرضاتش ان رجلها ان كان معاها ومن بعد نرجع مرتو ورجع لوليداته، فدات فيه الدقه ودارت له هادشي وخلات السيد غير حماق. وماشي دابا عايه، دابا كي غدير تنعس هادي، كي غدير تنعس حرمة ثلاثة د البنات، بغيتها انا غير تنعس وتحط راسها ويجي ديك التصاور ديال البنات ثلاثة. شتي السبب ديال الخيانة؟ شتي شنا هو؟ راه كينتاقمو البنات، كينتاقمو. كتكون مصاحب انت مزوج ومصاحب معاها وهي ما عارفاكش ولا ما عارفاش، في الاخر كتجي كتقول انا مزوج وانا غادي صافي انا غنتفارق وانا مرتي عقت بيا ولا هذا، كتنتقم بحال اللي ضحكتي عليها، كتسمى بحال اللي ضحكتي عليها. في الاخر كتجي كتبغي تنتقم منك، كيصدق داك الانتقام كيجي اما في المراه واما في الاطفال. وهذا الشيء هذا هو اللي طرا، وهذه عرفتي راه ماساه كبيره طرات في سله. هنا بعد الحومه عندنا الحومه مقلوبه 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 بواحد الدرجه ما تصوروش، الداخل والخارج، الداخل والخارج عند ديك البنات، الداخل والخارج عند الام ديالهم، الحاله كيعلم بها غير الله، ناس بسطاء لان هنا امها ساكنه. المراه اللي ماتت شغنقول لكم، ورده وحطيتيها، ورده وحطيتيها، ما شاء الله على زين، ما شاء الله كيفاش ورتني مسكينه الام ديالها، كتوريني تصور ديال بنتها وهي بحرقه كتقولي ها هي بنيتي ها هي بنيتي ها هي بنيتي. لابسه مسكينه واحد القفطان ديال جوهر ابيض، واحد النور في وجهها، واحد الابيض، واحد ويلا هادي 6 شهور باش مسكينه باش ولدات، وباقي كترضع ويلا هنا وين كانوا غادي يرحلوا من ديك الدار. كلشي قال لك تما بانهم لقاو السحر تما مرشوش وداكشي محطوط وداكشي كانوا تما معاها العائله. حسن عوان امها اللي معاها في الدار وشافت هذاك المنظر ديال بنتها في الزنقه، حسن عوان خوتها، حسن عوان ديك البنت، الله يكون معاهم والله يصبرهم والله العظيم. الى ماساه تهزينا بحال شي حاجه في قلبي هنايا مقبوطه، شي حاجه مقبوطه بالاخص من يشد ديك البنات. ما نكذبش عليكم، مرت شفتهم بحال بناتي، اللاج ديالها، اللاج ديال البنيته ريتاج، اللاج ديال بنتي، اللاج ديال الصغيره، اللاج ديال بنتي ياقوت. شنو نقول لكم زعما؟ ما قدروش والله، ما قدرت نبكي بقوت، ما تصدمت، بقيت هي تنشوف، غير كنشوف ديك الناس، غير كنشوف فيهم، كنشوف الام ديالها من بلاصه لبلاصه، كنشوف خالاتها كنشوفهم تيبكيو ويجبدوا تصاورها ويبكيو
وناس زعما راه من حقها جاو الصحافه قالوا لها نصوروك نحطوا الرقم ديالك يتعاونوا معاك الناس وداكشي. قالت لهم انا ما بغيتش نسعى لهاد البنات وما يجيش عندي شي حد ويقول لي يعطيني هاد البنات. انا قلت لهم ندير العكاز وانا نخدم عليهم، انا ندير عليهم ونقريهم. انا ما قلت لهم اللي بغى يتعاون مع هاد البنات يجيب لي صدقه، قلت لهم مستوره. اللي بغى يجي عندي لداري قلت لهم يجي عندي لداري، اللي بغى نعطيه الكونت ديالي نعطيه الكونت ديالي. قلت لهم باش انا نخرج ونبان في نبان في التليفون ولا نبان في شي قناه ولا شي حاجه، قلت لهم ما عمري ولا البنات. وقالت هكا قالت لي زعما الصحافه، قلت لهم ما نسمحش لكم تصوروهم وانا ما عارفاش، ما نسمحش لكم انتم ديروا شي حاجه وانا ما عارفاش. قلنا لا من حقك. قالوا لا كلهم تا هما الصحافه وداك الشيء كانوا الوانكم كانوا داك اللي الحياه اليوميه كانت هذا، كانوا بزاف ديال الصحافه جاوا قالوا لا من حقك. وقالوا اصلا نيت عندها الحق ان داك البنت ما خصهمش يتصوروا ويتحطوا، حرام انهم يتصوروا غيكبروا وغيشوفوا وغيديروا بركة عليها. غير داك البنت ديال 7 سنين راه ديك الصوره ما غتحيدش ليها، راه قالت لك جداها هبطت وتقول لها ماما تلاحت ماما تلاحت ماما 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 طايحه في الارض. اسي ديك البنيته ما شاء الله على جمال ما شاء الله على زين فيها ومربيه وعرفتي مسكينه غير مصدومه ودايره هكا واحد المنظر كيألم كيألم. انا درت هذا الفيديو باش نضامن مع بنت جيراننا بنت حومتي مع هاد بغينا كاملين نترحموا عليها والله يرحمها. اصلا داك الشيء اللي طرا ليها ربي رحمها، الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب كما كيقولوا هما، الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. وانا عارفه المغاربه اللي كيشوف هذا الفيديو هذا يتضامنوا مع داك البنيتات الايتام اللي يستاهلوا بصح الصداقه ويستاهلوا اننا نعاونوهم. اللي ما عندوش يعاون بالبارطاج واللي عنده يعاونو حتى ب 100 درهم. غنحط لكم الكونت ديال امها، ما بغاش تحط الرقم ديالها ديال جداتهم، غنحط لكم ديال البريد. دخلوا وسيروا البريد وسولوا غادي تعرفوا بان السميه ديال جداهم. واللي بغى يجي عندهم انا نحط لكم الانستغرام ديالي لتحت ودخلوا عندي الانستغرام ونتعرض لكم هنايا في حي السلام وندخلكم عندهم حتى للدار. اللي بغى يجيب لهم اي حاجه تقديه لعاب اللي حاجه انا نتعرض لكم وهذا ونجيبكم عندهم حتى للدار. واللي بغى يصيفط ليها غادي نحط لكم الكونت هنا تصويره في الفيديو، غنحط لكم الكونت ديالها ديال البريد وتسيروا البريد وغتسولوا شوفوا السميه تما وداك الشيء وتقليد عليا. الا كان هذا الكونت ديالي بغيت ربي يرزيني في ديك البنات اللي كنشوف فيهم في الدنيا وكنشوفهم ضم عينيه. الا هذا الكونت هذا ديال الجده ديالهم صورته من تليفونها لانها ما بغاتش، قالت لك ما بغاش تسعى بهم. واللي بغى يصدق عليها ويصدق ديك البنات قالت لك بغات صدقه مستوره لهاد البنات. قالت لك اللي بغاني اللي بغى زعما الخير ما يجيش يقول ليها عطيني هاد البنات نربيهم ولا عطيني زعما ندير عليهم ولا شي حاجه. قالت لك بغات صدقه مستوره اللي يتعاون مع ديك البنات لان الصراحه الظروف ديالهم زيد جد قاسيه. من البيت السكن ديالهم اجيو تشوفوا بعينيكم السكن ديالهم يعني فين غادي يسكنوا داك البنيتات. السكن في حي شعبي والسكن مساكن يعني الحاله الله يكون في العوان. وداك الشيء اللي بغى يعاون داك البنيتات غادي نخلي لكم الكونت ديالهم وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي. اللي بغات تجي لهنا تجي ونجيبها. هذا هو الفيديو اللي درت باش نضمن مع بنت جيراننا. راني غادي نحط لكم البنيه غتشوفوا بانني منين خرجت من الكنازه حيت انا ما صورتش اللي عندهم في الدار وما صورت حتى شي حاجه، جيت وهضرت معكم وصورت غير البنيه فقط. وشهد عليا الله الا كان شي حاجه كذبت عليكم من هذه الكذبه هذه شهد عليا الله انني لا كذبت، بغيت ربي الهلا يسهل عليا وعلى داك البنيات. غادي نحط لكم التصويره ديال الكونت ونحط لكم الانستغرام ديالي. عاونوا وصلوا هذا الفيديو هذا بارطاجيوه مع الناس باش اللي بغى يجي عندهم نجيبهم، واللي بغى يصيفط لهم شي بركه كما قلت لكم حتى 100 درهم حتى 50 درهم حتى اللي كان راه نقطه بنقطه كيحمل الواد وغتقري داك البنيتات واللي كوش والحليب لداك البنيته التريبيه. اللي كان اللي عنده تحويجات وليدات بنيات واللي عنده اي حاجه راه حنا المغاربه اللي عنده واللي ما عندوش راه كيتعاون، حتى اللي ما عندوش كيتعاون غير بكلمه غير بدعوه. ربي يعاون ديك الام وديك الجد، ربي يعاون ديك الجده وهي راه الصراحه حتى هي راه دابا ولات ام ديال ثلاثه ديال البنات، لان الام الحقيقيه راه هي في دار الحق. ودابا ديك الجده ديالهم راه هي الام ديالهم دابا. الله يعاونها والله يعطيها الصحه باش تكون معاهم ويعطيها الصبر ديال بنيتها اللي دفنتها في التراب ويعطيها الصبر والرزق والصحه باش تكون مع هاد البنيتات هادو. خليتكم اخوتي على خير.